أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة أو استماع أشرطة المناظرة لمن ليس عنده علم؟ ما ينبغي هذا، لأنه يعني يمكن تشوش عليه أو يدخل في نفسه شيء من شبه المشبهين، فعليه أنه يستمع إلى الأشرطة التي ليس فيها اشتباه وليس فيها فائدة خالصة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.